استهلك الجسد وقد أعياه خواء أمعائه، وتعافت الروح التي نمت وترعرعت في مهد الأنفة والعزة. وهذه دلالة على جلد القانع بحتمية النصر. هذا هو صبر الأنبياء، من صدق الوعد وأوف النذر بعد أن طفح واستفحل غيو وصلف الطغاة. مبروك هشام، اضحك. مبروك، اضحك يا هشام. مبروك، مبروك. ما كان للقيد أن ينكسر إلا بالعزيمة التي تجلت معانيها على مدى 141 يوما. مرت وكأنها حين من الدهر، لكنه نداء الواجب الذي يستحق البذل والثبات، لينتهي الألم بابتسامة المنتشي بالنصر المؤزر. وقد قيد له الله من أحسن التدبير وكان الأب والنصير، ما خيب الظن قطعا وجاء بالبشرى. هذا ابننا، هذا ابننا، ابن الشعب الفلسطيني، وإحنا مسؤولين عنه أولا وأخيرا. إن شاء الله، إن شاء الله ننتصر، وينتصر السجناء جميعا ويتحرروا، وتتحرر فلسطين، دولة فلسطين وعاصمتها القدس إن شاء الله في أقرب وقت ممكن بجهود هشام وأمثال هشام وبطولاتهم. لم يكن هشام وحيدا في معركة الكرامة والتحدي، فقد هب شعبه انتصارا لبذله السخي وامتثالا لمعنى التضحية. وعلى الجانب الآخر كانت الاتصالات ذات البعد الواعي والمسؤول لفك أسره، وقد جاءت جهينة بالخبر اليقين، وكان أن صدق الرهان كما دائما. كل الاحترام سيادة الرئيس لك في هذا الموضوع، كل الاحترام والتقدير للمستوى السياسي الأول وانت على رأسها، كل الاحترام والتقدير والشكر والمحبة من عائلة أبو هواش وأسرة أبو هواش وزوجة أبو هواش للمستوى الأمني أيضا. كلمة السر هي الآن موجودة عند حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. أنا قبل أن أظهر الآن على الشاشة كنت أسأل عن الوسطاء، نعم، وأبلغتني القيادة أن من ضمن الوسطاء كان دور للسلطة. يعني أنا سعدت جدا، جميل، لأني أنا أريد أن أشكر السلطة، وهذا شيء يثلج الصدر. لم يكن هشام الفلسطيني الأول ولن يكون الأخير الذي يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على سياسات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين. ورغم القسوة البالغة التي يعانيها الأسرى عموما في كافة فصول النضال، لكنها القناعة الراسخة بالانعتاق كضرورة إنسانية. هي الحرية لمن طلبها، وهي الدالة على إباء النفس وعنفوانها ورفضها القاطع الخنوع والاستكانة، وهي واحدة من السمات التي انفطر عليها الفلسطينيون، من وهبوا النفيس مما يملكون في سبيل ثرى فلسطين الطهور.